الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الكابتن حسين زكي نجح في الفوز على فريق سبورتينج بنتيجة 28-26 في الجولة العاشرة من دوري المحترفين للموسم اللي احنا فيه. الماتش كان اتلعب امبارح على صالة نادي الأولمبي، وقدر كمان الزمالك انه يفوز بالماتش بعد ما الفرقتين اتعادلوا، ولكن بقى خبرة لاعيبة الزمالك اكيد طبعا ساعدتهم في الفوز بالماتش في الدقايق الأخيرة. ولو رحنا بقى من الجانب الآخر للنادي الأهلي، واللي ما شاء الله برضو اللي بيدربه الكابتن طارق محروس، هنلاقيه كسب نادي طلائع الجيش بنتيجة 33-28 في الماتش اللي اتلعب امبارح برضو على صالة اتحاد الشرطة الرياضي. الزمالك والأهلي على قمة الترتيب في الدوري برصيد 31 نقطة، والزمالك برضو بيتصدر المواجهات المباشرة. الدوري خلاص نهايته على الأبواب، وكمان فاضل عليه 4 جولات بس ويخلص، وأكيد طبعا إحنا كمان مستمتعين جدا بالأداء الرائع اللي بيقوم بيه طبعا لاعبتنا في مختلف الأندية، وكمان يعني بعد بطولة العالم لكرة اليد بشكل أكبر.